زايد حبيبي، مبروك نتيجة من متصدر الدوري التعادل يعتبر عادل، مبروك الأداء. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر. مباراة يمكن ديربي أوفى بوعوده، كنا أقرب للفوز احنا بأكثر من حالة، حتى الهدف اللي صار علينا، بس الحمد لله والشكر مباراة ما خرج بها عندنا لاعب مصاب أو شيء. وبعد عندنا الدوري الطويل، هذا اليوم ممكن الطلبة بين على حقيقته، فريقنا من أحسن الفرق بالدوري، نوصل ونلعب أكثر من مباراة، كان الحظ ما يحالفنا، عكس ذنيك المباريات السابقة، اليوم قدرنا نقوم من البداية، بس الهدف اللي صار علينا شوية غير موازين المباراة. إن شاء الله بالمستقبل نوعد هذا الجمهور أكثر وأكثر، إن شاء الله نقدم لهم الأكثر. زيود أكو التناقض بالمستوى، يعني شفنا فريق الطلبة أمام كربلاء ما قدم ولا شيء، اليوم يعني من الفرق اذا تكون على هذا المستوى ممكن تروحون تنافسون على دوري. شوف قلت لك انا فريقنا اي مباراه كان يقدم مستوى اكثر من رائع، بس كانت تنقصنا اللمسه الاخيره. اليوم كانت حاضر اللمسه الاخيره الحمد لله والشكر، بس صار علينا هدف شيء مو بالحسبان ابد، شوت من خارج منطقه الجزاء. الحمد لله والشكر على كل حال، ان شاء الله بعد عندنا المزيد المزيد ان شاء الله. على هذا مستواك مال اليوم ان شاء الله، نشوفك باسيا ان شاء الله. هاي التوفيق بيد رب العالمين معك. هناك اخبار، اخبار وصلت انه زيد موجود بالقائمه ان شاء الله خير. اذا انت موجود بالقائمه فاكيد متواصلين وياك، خلي الجمهور يعرف. ان شاء الله خير، بعد القائمه نقدر نجوز يصير تغيير، هاي ما نعرف، فان شاء الله خير نقول. ان شاء الله خير، اي ان شاء الله خير، ان شاء الله.